اهلا وسهلا بكم في محاضره جديده من كورس سي بلس بلس. طبعا لغه البرمجه سي بلس بلس من افضل واهم لغات البرمجه في العالم. سي بلس بلس هي احدى اللغات المطوره من لغه سي. طبعا لغه سي كانت قديمه، وهي طبعا لغه قديمه جدا. لغه سي تم تطويرها بلغه جديده اسمها سي بلس بلس. والفرق بين اللغه سي وسي بلس بلس هو الكلاس. الكلاس تم اضافته في السي بلس بلس اي البرمجه الكائنيه، وطبعا ادى الى طفره نوعيه بهذه اللغه. طبعا هذه اللغه تم عمل بها الكثير من البرامج والتطبيقات والاعمال. من ضمن هذه الاعمال هي برنامج فوتوشوب، وورد، اكسل، بعض الالعاب، نظام ويندوز، فايرفوكس، جوجل كروم، ايضا طبعا البرامج المؤسسيه مثل برامج اداره المدارس والجامعات والهيئات الحكوميه والمطارات والمستشفيات، وطبعا جميع المؤسسات يمكن عمل برامج اداريه خاصه بها من خلال لغه سي بلس بلس. طبعا لا يقتصر تطبيقات سي بلس بلس فقط على البرامج والتطبيقات الخاصه بالحاسوب، ايضا ممكن عمل انظمه خاصه بالالات والمعدات والمكائن. وطبعا في عام 2017 تم اطلاق المركبه الفضائيه مارس روفر الى المريخ، وطبعا تم اعداد نظام خاص بهذه المركبه، وطبعا هذا النظام تم اعداده بالكامل بلغه سي بلس بلس، وطبعا تم كتابه 2,500,000 كود، اي ان هذه اللغه ضخمه جدا وممكن تصل الى ملايين الاكواد، وبالتالي انه ممكن تعطينا البيانات والعمليات اللي ممكن احنا نريدها. طبعا في هذه الدوره راح نشرح حزمه كبيره من المعلومات الخاصه بلغه سي بلس بلس، وطبعا راح يتم شرح اللغه بهذه الطريقه. اولا راح يتم شرح المتغيرات، والمتغيرات طبعا هي من الادوات المهمه جدا لاي لغه، وطبعا تعتبر المتغيرات عنصر رئيسي واساسي ومهم في بناء اي لغه برمجيه، وطبعا راح يتم شرح المتغيرات بشكل تفصيلي مع امثله عمليه. ايضا راح نشرح انواع البيانات اللي ممكن ان نخزنها بداخل المتغيرات، وايضا راح يتم عمل امثله عمليه تطبيقيه على انواع البيانات. ثم ننتقل الى العمليات الحسابيه على البيانات كالجمع والطرح والقسمه والضرب وما شابه ذلك. طبعا هذه العمليات راح يتم تطبيقها على البيانات بشكل مفصل مع أمثلة عملية على ذلك. أيضا راح ننتقل إلى الجزء المهم والأجمل في اللغة اللي هو حالة الشرط if condition. طبعا ممكن يكون if، ممكن يكون case، ممكن يكون مجموعة من الأوامر، ممكن يكون else أو else if. إن شاء الله راح يتم شرحها بشكل مفصل مع أمثلة عملية على حالات الشرط condition. ثم ننتقل الى اللوبز التكرار، وطبعا عمليات التكرار مهمة جدا، ممكن تعطينا ملايين البيانات بخطوة واحدة. ايضا راح ننتقل الى الاري المصفوفات اللي هي ممكن نجمع بها البيانات، واللي هي عبارة عن قاعدة بيانات ممكن نستخلص من عندها بيانات معينة، وطبعا نوزعها على عمليات حسابية او ممكن نخزنها بمتغيرات، وطبعا نستفاد من عدها حتى نعرضها لليوزر. واخيرا راح نختم الدورة بجزء مهم جدا اللي هو الدوال فانكشن. الدوال هي عبارة عن عناصر ممكن تختزل لنا عمليات حسابية وبرمجية كبيرة جدا وطويلة بخطوة او خطوتين، وطبعا مهمة جدا وضرورية في اي لغة برمجية. أكيد إن شاء الله راح يتم شرح أمور خارج هذه المفردات، وإن شاء الله راح تكون هذه الدورة مفيدة وقوية لجميع المستخدمين كطلبة الجامعات وكذلك المستخدمين والمطورين، وإن شاء الله لكل من يرغب التعلم للبرمجة. طبعا لغة سي بلس بلس هي من اللغة البيئية. اللغة البيئية أي إن ما ممكن تعمل بشكل مباشر على نظام ويندوز مثل HTML أو CSS أو لغات أخرى، بل لابد إنه هنالك بيئة خاصة لتشغيل هذه اللغة. وطبعا هنالك عدة بيئات من ضمنهم Visual Studio، وطبعا بلس كود، وأيضا طبعا برامج عديدة ممكن نستخدمها كبيئة للغة سي بلس بلس. وطبعا هذه البرامج
طبعا يكون حجمها ثقيل جدا ويكون مزعجة شوية بتنصيبها وتحميلها. أكو طريقة راح نستخدمها بهذه الدورة لمن لا يرغب استخدام أي بي أل. طبعا هنالك موقع، هذا الموقع راح يتم إرفاقه مع هذه المحاضرة. بإمكاننا أنه نكتب لغة البرمجة C++ ونشاهد النتائج بهذه الطريقة. موقع سهل وبسيط يغنينا عن استخدام أي بي أل برمجية. طبعا نحب نبشر أنه الأشخاص اللي ما عندهم حاسوب ويحبون يتعلمون لغة البرمجة C++، هنالك تطبيق خفيف وبسيط ممكن نصبه بيه الموبايل ونطبق عليه الأكواد ونبرمج من خلاله. طبعا هذا التطبيق متوفر بسوق بلاي أندرويد، وما أعرف أنه ذا متوفر بالآيOS أم لا. يا ريت أحد الأشخاص يبحث على متجر iOS ويكتب لنا هل هو متوفر أم لا، ولكن يعني بشكل مؤكد متوفر. طبعا هذا التطبيق اسمه CXX Droid، فقط نكتب بيه البحث CXX. طبعا أول نتيجة بحث هذه. طبعا هذا التطبيق أنا منصبه، أنتم بإمكانكم أنه تحملوه وتنصبون هذا التطبيق بشكل سهل. وطبعا بعد ما ننصب هذا التطبيق راح نفتحه. طبعا هذا التطبيق نقدر من خلاله كتابة الأكواد البرمجية بلغة C++ بكل سهولة وبساطة. وطبعا إن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نتبحر بشكل أكثر في هذه اللغة، وراح نتعلم كيفية كتابة الأكواد البرمجية بهذا التطبيق وبالموقع اللي نوهنا عليه سابقا. انتظرونا مع الكثير والكثير من المعلومات حول لغة البرمجة الجميلة C++. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.